السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تيفي، مباشرة معكم من ميناء الدار البيضاء. يعني نشوفوا أثمنة ديال السمك، واش شكون اللي رخص فيهم، واش السفينة هو السردي ديال واحد المكان ديال الهراويين، سوق السمك الجملة أو الميناء. سردين راه وصلت 18 درهم حتى 20 درهم. علاش؟ حيت دابا الحوت قليل، ماشي احتكار ولا حوت قليل. الليالي دابا حوت الليالي تيكون حوت البرد كيكون غالي. حيت الصياده ما كيدخلوش قل. لا كيدخلوا، ولكن الحوت هابط لهم لتحت. هاكاك. هذا اللي بغى يجيب لك الحوت خصو يغامر باش بالشبكه، الشبكه راه دايره 300 مليون. فهمتي شنو توصلك؟ ملي كيجيب الحوت بالزيت يكون الفائض يكون الثمن طيح. ملي تيكون الحوت قليل فهمت، كون طالب كثر من العرض كيطلع. دابا اليوم طالع بزاف، كتعرف هو عاد باش يشوف المازوط غلى عليهم حتى هما. البحري راه باركو شحال فيه من البحري كياخذ على الخيط، باركو راه فيه 25 بحري. تبارك الله، فهمتي، هذا هو اللي كاين. الله يعطيك اخويا، اسمح لينا، شكرا. هذوك ما كتلاحظهمش هذوك الكرام، يعني الصندوق وصل 300 درهم، يعني غادي يوصل حتى 18 درهم 20 درهم الكيلو. هادشي بزاف على المواطن. حوت هذا السرديل ديال الليالي هو اللي غالي، كيكون الصياده كيهبط لي من تحت، يعني فيه تمارة شويه. مشاهدينا الكرام، كما كتلاحظوا يعني الحوت غالي هذا الصباح، خصوصا السرديل. يعني شحال هذه مدخلنا لميناء الدار البيضاء، حاولوا نخرجكم من الاجواء الصباحيه. مشاهدينا الكرام، يعني كما تلاحظوا مباشرة معكم من ميناء الدار البيضاء، تبارك الله الصيادة خارجين. مشاهدينا الكرام، السرديل وصل 18 درهم الكيلو. هادشي ما كيدخلش الدماغ، ما تتصدقش، يعني المواطن ما يقدرش يشري كيلو ديال السرديل، ما غادي يدير والو، خصوصا الا كان عنده الاولاد وعنده العائله كثيره.